المسرح الذي صنع نجوم الفن السعودي وخاض معارك البقاء لأكثر من 4 عقود بدأ من خلال الظالم نفسه أولى النماذج المكتوبة للفن المسرحي في المملكة، إلا أنها لم تنفذ في ذلك الوقت نظراً لتحديات عصفت بتلك الفترة، أبرزها عدم وجود مسرح لتنفيذها. ولحل هذه المشكلة أنشئت دار قريش للمسرح الإسلامي، أول مسرح سعودي في السبعينيات الميلادية، المسرح الذي وئد قبل أن يلمح ممثليه أضواء الانطلاقة. شرحت أبني، بنيت للمسرح، بنيته مسرحا صيفيا، ثم فتحت مدرسة التحق بها نحو 40 طالبا. وبين محاولة استنهاض للمسرح وركود، حصر المسرح السعودي شيئا فشيئا في المدرسة والجامعة ومواسم الأعياد، وكننت فيه الأداءات، حتى تحول في فترة سابقة إلى ساحة للصدام الفكري، حقبة زمنية أفلت كان فيها الصدام الفكري مع الآخر نواة قنبلة وبرهانا واضحا على سرقة العقول. انتصار حققه المسرح السعودي الذي عاد مع مواسم الترفيه في المملكة، مبادرات وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية، مما عالج خشبة المسرح وأعاد لها النور والناس. ففي المسرح رسام وشاعر، وفي المسرح حياة.